قناة مغامرات الدياني ترحب بكم في مغامرة جديدة. دياني أدفنترز شانل ويلكمز يو تو أي نيو أدفنتر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من خرجة شلال بوغنداز. أرجو من الله عز وجل أنكم تستمتعوا معنا في هذه الحلقة، في هذا الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم. السكنة الرائعة اللي تعجبني هي بحالها هي، شوف طبت الكالم الهدوء المطبق. شوف كل شيء بيو، ناشطين الناس بخير وعلى خير. هذا العام اول مرة غادي نشوف المنظر ديال الورق ديال الكرم والقران. شوف هذا الماء ديال بوغنداز، يعني بدينا تنقربوا ان شاء الله تعالى. شوف المنظر كيفاش داير. تبارك الله، غير يكون الماء تيكون المنظر الجميل. الماء هو الخضرة والوجه الحسن. كلما تقدمنا في اتجاه المنبع ديال الشلال ديال بوغنداز كلما ازداد المنظر جمالا. واحسن حاجه كاينه في هذه الخرجه تاع اليوم، ما تلاقينا حتى بشي واحد، ما كاين لا ضجيج لا هضره خايبه لا حتى شي حاجه، الحمد والشكر لله. دائما في الطريق الى شلال بوغنداز. إذن جينا نضربوا عصافير بحجر، طلعوا لهاد القصر فوق نشوفوا واش كاينه شي حاجه نيت ولا نضربوا الطريق مجانا. على اي حال حنا غادي نشوفوا، غادي يجعل الله خير. غتكون شويه لا بونت لاننا غنطلعوا فوق رافين، كل لابونت بنادم غادي يعرق ضروري، ماشي ساهل باش توصل تلتا. إذا هاد القصر اللي بغينا نطلعو ليه الفوق، المنظر ولا أجمل هنا، منظر رائع جدا. كما قلت لكم من قبل، ما عمرك تقول غلطت في الطريق، واخا تغلط راك ماشي مزيان وغادي تستكشف شي حوايج اللي استكشفتيهم وانت غلط وما يمكنش تستكشفهم وانت مبرمج. ما عادش هاد الرساله واش فهمتوها ولا لا، هادي رساله مشفره قاصحه تيفهموها مالين التريب ومالين الاستكشاف، اللي حتى شي بلاصه ما خلاوها، حتى شي بلاصه ما فلتوها ما شافوهاش. اذا كنا في الطريق ديال بوغنداز ولينا دابا فواحد الإطلالة أخرى، فواحد المنظر آخر. خرير المياه، خرجنا في هاد البيوت القديمة جدا ضاربة في القدم، وطبيعة صخرية عجيبة هنا. شوف ما شاء الله، شوف. إذا شوف فين خرجنا، هادو هما دوك المآتير اللي كانوا تيبانوا لنا من التحت على شكل قصر، بيوت قديمة جدا ضاربة في القدم. تلك مساكنهم، دائما تنجيو بحال هذه المدينة القديمة تناخذوا العبرة. فين هذا المكان؟ راه كان يعج بالساكنة، ما خلاو حجره خلاو، يعلم الله شنو محدفون تحت هذه الحيوط. داو معاهم حاجة وحدة، اشنا هي؟ داو معاهم العمل ديالهم فقط. شوف مآتر، نقدروا نسميوها زاوية الشيخ وفلا، بحال داك الشكل على غرار
كاديروا في الاول. ولكن اللي رائع هنايا هو هذه الاطلاله اللي غادي نطلعوا على زاويه الشيخ من هنا، اطلاله اللي لا تكرر ولا يمكنك ان تراها من مكان اخر. قبل ما نطلعوا على زاويه الشيخ راه نطلعوا بعد طليله على هذه المآتير، ملي تكون في بلايص قدام بحال هذه دائما تبقى تذكر الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لان تيكونوا هنايا زواحف، تيكونوا حشرات، تيكون شي حوايج، خصك دائما تقول الله اكبر الله اكبر. والان المفاجاه اللي هي الاطلاله ديال تزاوج الشيخ. صراحه غادي يعجبكم هذا المنظر بزاف. شوف اشجار الزيتون، الطريق منين جينا راه فينا هي، وتنطلعوا اطلاله على زاويه الشيخ من هنا. الله 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 الله. تنظن انا ما كايناش شي بلاصه تقدر تطلع على زاويه الشيخ وتلقى بحال هذا المشهد هذا. تبارك الله تبارك الله، منظر رائع جدا. وما ضربناش بزاف، راه يلاه ضربنا تقريبا واحد 6 كيلومترات من زاويه الشيخ. اذا المكان اللي كنا تنتكلموا عليه اللي طلعنا ليه من التحت هو القصر ديال البرتغال، بقاو فيه غير هاد المآتير. قصر البرتغال بنوه البرتغاليين اليبوك من اجل المراقبه. بطبيعه الحال تم الاختيار ديال المكان بواحد العنايه كبيره جدا. تيطلع على زاويه الشيخ، شوف اطلاله ولا اروع ولا اجمل. وبطبيعه الحال اشجار ديال الزيتون على طول الوادي، تسمع خرير المياه من هنا. ما عرفتش واش الريح غادي يخليه يتسمع ولا لا. وكاين واحد الساكنه هنايا تينعموا بالهدوء بكل ما تحمل الكلمه من معنى صراحه. وعاود ثاني كاين المشهد الجميل من هنايا، اطلاله رائعه على الوادي، علاج نفسي صراحه. لا تمل ولا تكل. الطريق اللي جينا منه المسرب راه فينا هو المسرب ديال البغل، راه هي غادي نرجعوا منها ان شاء الله باش نمشيو لشلال بوكنداز. وبطبيعه الحال الا كنتو تتشوفوا مزيان الفوق في الجبل راه فينا هو مضروبه الطريق اللي غاديه من زاويه الشيخ في اتجاه اتجاه ناور. الله، مشاهد رائعه جدا. ياه تلك مساكنهم، او غير المآتير. شوف هذا هو النوع ديال التراب باش كانوا تيبنيو الناس القدام. صراحه ما تسخاش، خاصه ليلا غادي تكون واحد النظره جميله جدا من هنا ما شاء الله. اذا رجعنا من نفس الطريق على اساس باش نمشيو نشوفو بوكنداز وما يضيعش لنا الطراجي ديال العوده من جهه اخرى. طبيعة الحال كما تتشوفوا القصر ديال البرتغاليين او القلعه او الحصن راه هو تيبان من هنا. كما قلت لكم تم الاختيار ديال المكان ديالو بواحد العنايه كبيره جدا سبحان الله. شوف 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 وتا هاد الطريق هادي هاد البيست صوبوه بواحد الطريقه رائعه جدا، ما تعياش، رطبوه وزوين. ويزداد المنظر جمالا كلما تقدمنا في الطريق. صافي ولينا تنطلعوا على الشلال. دابا كاينه واحد لاكروت مغاره كاينه هنايا قدامنا، ضروري نستكشفوها ضروري نستكشفوها. يا سلام، الله 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 الله. إذن الطريق الى المغاره. في الطريق الى المغاره ما يمكنش نلقاو شي حاجه قدامنا ونفلتوها، ان الفرصه لا تعوض. دائما الصعود من الواد تكون شويه قاسح، ولكن خصك تقلب على طريق اللي ما تكونش صعيبه تقدر تدوزك. المغاره هي هذه. وصلنا للمغاره، بسم الله الله اكبر.
الله أكبر يا ربي. أها أشكال أخر، هذه ماشي غير مغارة، يعني مغارة كبيرة بزاف. المؤكد أنها غتكون موطن ديال الله أكبر الله أكبر. كاين الآثار ديال طياب طبخ كوانن، كاين حتى فين دير لاطونت هانتا، كاين الآثار ديال الحشرات والطيور، أكيد غتكون موطن ديال شي حاجة. اللهم صل على الحبيب محمد. الله أكبر، شو شي نوع ديال الخفافيش ولا المغارة نيشان. شوف يمكن لك تجي تعوم هنايا إلا كان الحال سخون. شوف مكان رائع، لأن موعد مع هذا المكان، نحطو الكاميرا تطيب في المغارة ونجيو نعومو هنايا. وقد نبيت، وقد نبيت.